لكن ما الذي يميز الطلاب المسلمين أو المدارس التي يتواجد بها مسلمون سيد حجاب، وبالتالي دفعت هذا المتطرف المجرم إريك زمور لإطلاق هذه الحملة التي سماها استرجاع مدارسنا؟ إريك زمور يعني في إشادة وكأنه يريد بعدما حاربت فرنسا الرموز، الرموز نتكلم على اللحية، ولو أنهم لم يركزوا لأن طلبة الثانويات ليس لديهم لحية عموما، هم ركزوا على مسح الرمز الديني ألا وهو الخمار. اليوم عندما يتكلم إريك زمور عن استرجاع يريد أيضا مسح الأفكار التي قد تدور في رؤوس هؤلاء يعني الطلبة من أصول الفرنسيين، من أصول عربية ومن أصول يعني إسلامية. يريد أن يقول مثلا طالب الذي اعتدى على الأستاذ هو طالب رأى ما يحدث في يعني في 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 من اعتداءات، رأى طريقة تكلمه على نبيه وهو يعتز بنبيه فقام بذلك العمل. هنا يريد أن يمسح بين قوسين أو يخرج حتى هاته يعني الحمية، ليست الحمية أو يعني نصرة الدين من رأس الطلبة. وهنا صراحة بالنسبة لي هو دخل يعني في باب الجنون. ما يحدث في فرنسا لو كان فيها عقلاء سياسيين عقلاء لذهبوا على نهج دول أخرى. أنا أعطي مثال بسيط جدا، منذ سنوات هناك قناة فرنس 2، فرنسا 2، ذهبت إلى السويد إلى مدرسة، والله يا حبذا لو تجدوا الروبورتاج وتترجموه لفيه يعني عمل عظيم. دخلوا إلى مدرسة في السويد فرأوا يعني هناك طلبة يبدون أنهم مسلمين، طلبة يبدون أنهم يهود، طلبة يبدون أنهم هندوس وآخرين، فقالوا للإدارة والأساتذة ما هذا، أليست المدرسة يعني لائكية؟ أليست؟ قالوا لهم نعم المدرسة لائكية، ولكن الطلبة لهم يعني ديانتهم، لهم توجههم، قد يكونوا مؤمنين قد يكونوا غير مؤمنين، المدرسة لن تجبرهم على مسح ما يعني مسح معتقدهم، تتركهم أن يلتقوا، تتركهم أن يتناقشوا، تتركهم أن يتقبلوا، أن يتعلموا التعايش. ما تقوم به فرنسا هو جنون، أي أنها لا تريد هذا التواجه لكي يخلق التعايش ويخلق التقبل الآخر. يعني